بننتقل لعالم الطب والصحة والتجميل ولتجميل الأنف. اليوم كتير بالآونة الأخيرة بنسمع عن تقنيات تجميل الأنف، صلنا فترة يعني بآخر 10 سنوات تحسي صار موضوع بسيط، ما عاد يعتبر تجميلي أو هو عملية بسيطة ما أنا كتير كبيرة رغم بساطته، ولكن الأخطاء الصغيرة ممكن أنه تعمل مشكلة بالوجه يعني وترجع اليوم المريضة لترجع تعمل العملية من أول وجديد، هون صار يعني مشكلة تعقيدية بالنسبة للدكتور وبالنسبة للصبية أو صحيح. الشاب. يمكن هون في أشياء لازم تروح إلى المريضة أو أي شخص بده يروح يعمل أنفه تجميل، لازم أول شيء يستشير دكتور اختصاصي، يستشير أكثر من حدا لحتى يتوجه، لأنه نشوف بالآونة الأخيرة بعض الأخطاء البسيطة لإعادة ترميم الأنف وإعادة عملية تجميل الأنف. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور ضياء بلقيس، أخصائي جراحة تجميلية وترميمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. صباح الخير حكيم. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا عم نقول أنه صارت منتشرة بالآونة الأخيرة وصار في فروقات بمنظر الأنف عند الصبية، ممكن تنجح وممكن اشياء بسيطة او غلطة كتير بسيطة تعمل مشكلة، يرجع الدكتور من اول وجديد يعمل العملية. خلينا نحكي اليوم شو هي بالضبط عملية الانف، ومين اليوم الاشخاص الغير قادرين طبيا انه يقوموا بهي العملية؟ هلا هي عملية تجميل الانف عبر سنوات طويلة من عمليات الشائعة بجراحة التجميلية، دائما في احصائيات تظهر انه تجميل الانف احيانا بيحتل المرتبة الثانية عالميا او الثالثة بين عمليات التجميل. موقعه بمنتصف الانف أمامنا في المرآة، مؤخراً أمامنا على وسائل التواصل الاجتماعي على صور السيلفي، خلت الرغبة عم تزداد تدريجياً. هي ما أنا عملية بسيطة بس تكرارها ممكن زادت الخبرة فيها. صحيح. طبعاً أي عملية تجميل أنف تحتاج إلى دراسة لكل شخص، تفاصيل بسيطة بالجلد تبع المريضة أو المريض، بالغضاريف والعظم لازم يتم تحليلها لكل مريض بشكل مستقل. هاي التفاصيل هي لازم يخبر الطبيب مريضته انه النتائج متوقعه. من الصعب او مستحيل نعطي نتيجه موحده او مضمونه لكل انف، لانه شكل الانف الاساسي راح يفرض علينا نتيجه نهائيه معينه. صحيح. حتى الانسجه يمكن استجابه الانسجه تماما ممكن. الفارق الاهم بين الانوف هو سماكه الجلد. صحيح. فبنسمع مصطلح كثير الانف لحمي انف دهني، هذا المصطلح ظهر بس للتوضيح انه في انف بيكون الجلد فيه سميك. الجلد السميك هو اللي بيعمل صعوبه على المريض وعلى الطبيب للحصول على افضل النتائج. هون قصدنا باللحمه؟ الانف واللحمه هو نفس المصطلح تماما. جلد سميك له اسم الانف اللحمي او الدهني. سماكه الجلد عم تعمل صعوبه لاظهار التفاصيل الجماليه. لانه عمليه تجميل الانف هي بتشمل التعديلات على الغضاريف وعلى العظم، يعني اذا قسمنا الانف هو فيه نصف غضاريف نصف عظم. صحيح. تعديلاتهم اذا كان الجلد رقيق فوقهم ممكن تعطي نتيجه جميله، اما الجلد السميك فبيخبي هالمعالم. ويمكن حتى حجم الانف بيختلف، لانه في ناس بتلاقي عندها غضاريف اكثر بنسبه عاليه اكثر من العظم، او العكس صحيح. ونحن عم نقول يمكن بالعشر سنوات الاخيره اكثر شيوعا عمليه تجميل الانف، مثل ما قلت يعني بسبب استمرار هي العمليه صارت مش انه منها صعبه بس صارت اهون يمكن على الدكتور. بس في كثير من الحالات بتلاقي مثلا في تكرار لعمليه تجميل الانف، خصوصا بيكون عنده مشكله بالانف، يعني مشكلة لك انحراف أو عنده لحميات أو ناميات أو متعرض لكسر قديم أو تعرض لحادث، هون يختلف مو فقط تجميلي، هون عم نحكي عن ترميمي لأنه كان في مشاكل سابقة للأنف. تمام. كل ما زادت الخطوات أو التعديلات مطلوبة بتزيد مدة العملية والشفاء. في عمليات ممكن تستغرق حوالي 3/4 ساعة، في عمليات تستغرق حوالي 3-4 ساعات. صحيح. اكيد لما يكون في اصابات سابقه هذا الشيء بيفرض تعديلات اضافيه على انسجه، بالعاده نحن ما بنعمل عمليه عمليات، اما اذا وجود عمليه سابقه او حادث نضطر ندخل لانسجه اعمق. هذه التعديلات راح تسبب فتره شفاء اطول ومده عمليه اطول. اكيد لازم ياخذ بعين الاعتبار موضوع التنفس، لانه الانف اضافه لاهميته الشكليه هو ممر هوائي، ممر هوائي ضيق، اي تضييق اضافي ممكن يعاني منه المريض. عالميا ممكن نحتاج يعني كمان احصائيا من كل 100 عمليه ممكن
خمس عمليات او 10 عمليات تحتاجوا لتعديلات سنويه، اكثر من هيك نسبه بتكون فيها شو الاخطاء او التعديلات اللي ممكن تصير اذا ما عنده مثلا كسر؟ يعني كثير بنسمع مثلا انا ما عاد قدرت اتنفس بعد ما عملت عمليه تجميل الانف، انا ما عاد قدرت اخذ نفس او عم نام وتمي مفتوح، بكون في مشاكل يمكن الدكتور هون صار في مشكله او خلل اثناء العمليه بالمجرى التنفسي يعني الشخص. حتى نور نشوف نلاحظ انه كل حدا او الاغلب اللي عامل هاي العمليه صوت نفسهم بيكون مسموع، تحس انه اذا قاعده هيك قريبه من صوت النفس الانف تقدر تسمعه. الطبيعي او المفروض انه يصير تحسن بالتنفس، تحسن 70% 80%، بس يعني غير المقبول انه يكون شخص عم يتنفس بشكل طبيعي بعد العمليه ما يتنفس. هون بس بيكون في خطا، انا هذا منوع اخطاء شائعه احيانا بنسمع عنها. المفروض ما تكون شائعه اذا في خبره، اذا الاخصائي هو شخص مرخص انه يشتغل العمليه المفروض ما يصير الاخطاء. في متعدي على المهنه، كل مره بنحكي هالمواضيع هاي في تعدي على المهنه ممكن تصير الاخطاء. اذا من المنطق انه العمليه تسبب تحسن بالشكل وتحسن بالتنفس. اذا كان التحسن غير كافي ممكن يحتاج الى تعديل اضافي، بس مو من غير المنطق انه تكون العمليه سبب بتفاقم المشكله. فممكن من كل 100 عملية يمكن 5 مرضى يطلبوا إسا تعديل إضافي، هاي اسمها رتوش يعني، اسمه إعادة كاملة. وهاي المرحلة السنوية نحن عم نحكي عنها. هون كحال نسألك في عن المرحلة الأولية والمرحلة الثانوية، بيقولوا طبيا أنه هاي المرحلة هي أكثر صعوبة طبيا يعني، وفي تعقيدات يعني مفروض يكون كتير في حرص من الطبيب أثناء العملية. الثاني قصدك؟ الثانوي. أي عمل جراحي، أي تعامل مع أنسجة متعرضة لعملية سابقة أو رد سابق بيجعلها أصعب. هذا الرد وهي العمليه بتخلي الانسجه ملتصقه ببعض اكثر، النزيف اللي صار بتحول شيء بيشبه الصمغ او الغراء بيخلي الانسجه ملتصقه، بيخلي التعامل معها اصعب. واحيانا بصير يعني عمليه تجميل انف الثانوي بصير تحتاج ترميم، ترميم ممكن تحتاج الى نستعير انسجه من مكان اخر غير الانف. ممكن تسمعوا انه حدا اخذ ظروف من الاذن، صحيح، بس اصعب كمان من الصدر. تكون في ضرر كبير بالغضاريف بحاجه استعانه بانسجه اخرى. هاي المراحل الاضافيه والخطوات رح تعقد العمليه، رح تزيد مده الشفاء ومده الجراحه بحد ذاتها. بس في انوف بتحتاج لاكثر من عمليه، يعني بنشوف انوف يمكن حجمها كبير او عندها عظم كبير ولا ما لها علاقه؟ لا ما دخل، يعني خطه العمليه هي لازم تكون عمليه واحده كافيه. كلياتنا بنامل هيك كجراح وكمريض. تعديل بسيط بعد فتره ممكن مقبول، بس انه تكون خطه انه نحن نعمل 50% من العملية بأول مرحلة بعدين 50 مرة ثانية ما صحيحة. هو المشكلة إنه أي حدا شفناه سوا العملية الوزمة اللي بتصير يعني هي مزعجة ومؤلمة كمنظر وكإحساس، يعني أنا ماني مشربتها ما بعرف، بس أنا بشوف كثير من الأصدقاء مساوينا، حتى في حدا سواها بالعيادة. فأنا اليوم بدي أسألك، اليوم هي بتتساوى بالعيادة؟ بحالات قليلة. يعني لما إذا اعتبرنا الأنف غضاريف وعظم، الغضاريف ممكن نخدرها تخدير موضعي يتحمل المريض شوية إبرة المخدر. أما العظم فنحن عم نحكي، ما بدي أحكي كلمات مزعجة كسر عظم. أنا في ناس تلاقي الغضروف هو الكبير، العظم ما بلقى حاجة. صحيح، إذا النصف العلوي العظمي بده تعديل يعني من الخطأ نفسيا وطبيا على المريض خدر موضعي، هو صحيان عم يشتغل على عظم على أدوات شوي مؤلمة ومزعجة. مترقة وما مترقة دكتور؟ ما حابب استعمل المصطلحات بس. طيب دكتور خلينا نحكي عن السن اللي ممكن اي شخص يعمل عمليه تجميل، لانه عم نشوف هوس التجميل كثير كبير عند الصبايا والشباب حتى، فبنشوف الصبيه اول ما بتكبر بعمر 16 بدها تروح تعمل انفها. السن المناسب اذا بنقول خلص هون العظم اكتمل فيني انا اعمل عمليه تجميل للانف، لانه بنعرف الانف قديش بيتغير بمرحله المراهقه. حضرتك جاوبتي بصراحه، هو 16 بعد ال 16 16 بكتمل، مش بعد 18. 18 هذا رقم قانونيا بعض الدول بس مش افضل يعني اريح طبيا. نمو 16 للانثى 17 للذكر. 18 هذا رقم قانونيا، موضوع بعض الدول بيهتموا انه يكون المريض اخذ قراره فهو مسؤول عن قراره. طيب الدكتور الانف يعني في معلومة طبية بتقول لك انه هو دائما بيكبر حجمه مع زيادة سنوات العمر. تماما السبعة. صحيح هيك بنشوف الكبار انفهم كبير يعني بيكبر بمرحلة الانف والاذن من اللي ما حتى مساوين له تجميل كمان حيكبر. على فكرة بصراحة اللي عامل تجميل هو اقل احتمال انه يكبر انفه، بس يكبر صحيح. لانه صار خلينا معناتها نحن لاخر شيء بنفوت بهي القصة. فلا انه وحدة عملت عملية هي وصبية ما كثير وارد تعمل عمليه هي كبيره، خلص انه الغضاريف اللي كانت كبيره اختصرناها فما عاد كنت تكبر كثير. كونه عم نحكي انه ممكن يكون في اعاده، في اعاده ممكن اذا اثناء العمر يعني تطور العمر الواحد يكبر يرجع يصير هذا الانف. طيب خلينا نحكي اليوم عن دواء الريتان، قديش هو مرتبط بهي العمليه؟ شو تاثيره؟ كان ايجابي او كان سلبي؟ هو هذا الموضوع بيرجع بيعيدنا على موضوع الانف الدهني. هو اكثر الاستعمال له الانف الدهني.
صارت ابحاث دراسات عليه على يفضل انه لا لازم يكون في شهرين فصل بين العمليه او ثلاث شهور ولا لا ما بعرف استعمال رتان يعني اذا حدا عم ياخذ رتان بده يعمل عمليه تجميل لا لا هو الرتان صار عم يستعمل احيانا قبل عمليه الانف او تحضير لعمليه الانف او بعدها مباشره الهدف منه هو تقليل كمية الدهون بالجلد تقليل سماكته تقليل وزنه عند البعض مو أي حد عمل تجميل لازم يأخذ رتان الدواء له شوية اعتبارات صحيح من حيث التحاليل المتكررة شروط إمتى يصير حمل بعد منه إذا كانت أنثى فله تحضيرات معينة بس استعمالاته محدودة بالأنف الدهني وفي دراسات أظهرت في دراسات بينت إنه مع رتان وبدون رتان النتيجة النهائية هي نفسها هو تسريع للشفاء نحن عندنا مشكله بالعقبه مطب بالجراحه التجميليه بكل عملياتنا فتره النقاهه اللي اسمها وزمه اي عمليه تجميليه في فتره الانسجه تحبس سوائل نحن نسميها وزمه فهي عباره عن سوائل ببساطه بعض الاجسام تحتاج شهر شهرين تخلص منها في اجسام تحتاج اكثر من سنه نرجع الانف الدهني احد الامثله ممكن المريض ضل عم يطلع عمره سنه وهو مو مقتنع بالعمليه ما في حل غير الوقت هلا بيقولوا 6 شهور وما فوق لتاخذ النتيجه فعليا بعمليه التجميل بس ممكن نقول انه عمليه تجميل الانف مثلا باول الايام بعض القصص ممكن تصير مع الشخص مثلا ما ياكل خبطه او ياكل طرقه قديش بتاثر خصوصا الامهات يعني بيكون ممكن يكون عندها بيبي او اولاد فطريقه التعامل هون بتاثر على نتيجه العمليه ولا حسب نسبه الرد اكيد نسبه حجم الرد وقوته ومكانه بس هو فعلا عظم صار عليه كسر نحن عاطلين يصير التئام نمنع المريضه من تلبس نظاره من اي تعرض لرد اي ثقل على العظم ممنوع مده 6 اشهر مو ايام صحيح 6 اشهر ممكن يعمل تعديل بالعظم وبعد 6 اشهر فيها ترجع الحياه الطبيعيه اكيد الحياه الطبيعيه بترجع لها فتره اقصر من 6 اشهر بس عم نحكي عن رد على العظم او نظاره لاخذ الانف شكله بدها 6 اشهر طيب دكتور خلينا نحكي عن تهيئه المريض قبل العمليه اليوم اي مريض او خلينا نقول حاله بتزور عيادتك كيف اليوم بتشخص انه اليوم انت كيف حتشتغل يعني صرنا نشوف في مبالغه كمان يعني بالقصه يعني تضييق يعني كثير بالشعر ما بعرف انه اكيد شفناها على السوشيال ميديا صور لعمليات انف هي يعني مو تجميليه صارت القصه مبالغ فيها صار في مبالغه بالقصه اليوم شو دورك كطبيب بهي القصه؟ واجب الطبيب يوفر اي عمليه هي مو بحاجتها يعني جنب المريضه اي عمليه ممكن بعيدا عن الماده والتجاره صحيح يعني مو انه حدا فات عن طلب بالعمليه نعمل له اياها الواجب هو بالتجميل تخفيف حاجة المريض للعمليات المريضة إذا مترددة 10% رغبانة 90% وترددة 10% بس بنعطيها وقت أكثر تأخذ قرار 100% إذا كان في حدا من الأهل متردد نعطيه وقت ليتفقوا لأنه بعد العملية ممكن يصير عتب من الأهل كان ما بحاجة للعملية إذا كان فعلا بنظرة سريعة كأنا كطبيب كأي شخص عادي ممكن تطلع من أنف لا مقبول متناسب مع الوجه ممكن إلا ما صارت في داعي. موضة حكيم يعني شوي تانية وحتلاقي بس الفتحات الأنفية موجودة بالوجه يعني بس هون دور يعني. بس هون دور الطبيب يعني في كتير مثلا صبايا أو سيدات أو حدا بدي لك بدي أعمل أنفي مثل فلانة أو بدي أعمل أنفي كتير صغير أحيانا مقاييس نحن بنعرف مقاييس الجمال للوجه لازم تكون تتناسب مع العيون والتم والأنف هون دورك أنت كطبيب كيف بتنصحها يعني أحيانا بتشوف الصبية بتتوجه للدكتور آخر لأنه في دكتور قال لا يعني أنت مانك بحاجة إلا لتجميل بسيط عم نحكي عن المبالغة وللأسف حتى بمجال التجميل في تريند يعني بيلبق لك ولا ما بيلبق لك بتلاقي كل العالم تتجه لإله هلا في عنا مصطلح نحن نسموه التوقعات المبالغ فيها لما نشوف مريض عم تبالغ بتوقعاته عم تفرجينا صور غالبا متعرضة لفلاتر لمكياج لإضاءة فهون بدنا نوضح لها أنه هذا الأنف مو حقيقي هذا أنف معدل جدا من صعب نحصل على هالتفاصيل اللي حصلت عليها الصورة بسبب الفلاتر المريضة يعني لما تأخذ ثقة للطبيب لازم تعرف إنه هذا عم ينصحها في لحظات الندم حكيم وقت الحدا بيعمل أي إجراء مبالغ فيه اليوم طبيا أنت قادر ترجع تضبط شيء من المبالغة اللي صارت بالوجه او خلص يعني صار في كسر صار في لا هاي العملية الترميم او التعديل الثانوي كيف يعني اليوم انتم بترجعوا بتوسعوا بالداخل الانف لا التنفس قصدك لا عم كشكل الانف يعني في حالات فعلا نحن عاجزين اذا الانف صار صغير جدا فتحات صغيره جدا ما فينا نكبره انف صغير بتكون اجراء مو عندك دائما عمليات الترميم بتكون بدها عند طبيب اخر يعني بتلاقي الصبيه بتتوجه لطبيب اخر للترميم لانه كان في خطا باثناء أنا العمليه اذا مريضه اجت من عامله عمليه سابقه مو رضياني عنها في حالات فينا نعدلها مثل ما حكينا نستعير ظريف من الاذن من الصدر في حالات صعبه بصير تخريب اكبر من الامكانيه
طيب هي شو، خلينا نروح شوي للرياضه. بنعرف انه نحن بحذروا انه ديروا بالكم انه ما يكون في حركه السجود كثير باول الفتره. شو انه ايمتى احنا قادرين انه نرجع للرياضه بشكل طبيعي ونرجع نلعب الالعاب نحن متعودين عليها؟ تمام، بس نحكي عن كان مراحل الشفاء. المريضه بتطلع بنفس اليوم من العمليه راح يكون في جبصين وفي شاش، هاي الجبصين العظم الجبيره. جبيرة هلا عم تتخذ بكل العمليات، عم نشوف اذا في تعديل، اذا فيها شغل على العظم، يعني اذا عمليه بسيطه تعديل على الغضاريف ما بدها جبيرة. بس عمليه كلاسيكيه غضاريف مع عظم، العظم بيحتاج لجبيرة، راح تطلع من المشفى حاطه جبيرة وفي شاش بانفها. اول يوم اول يومين الجبيرة راح تستمر 10 ايام، فاي حركه رياضيه راح تسبب تحريك للجبيرة، ممكن يفك اللاصق، في زرق تحت العيون بيكون اكيد. بس قد ايه مثل هدول الشاش بقلب الانف؟ لا لا كانت سابقا مؤلمه، يعني في تخوف قديم. كان ايام زمان يحطوا صفائح بلاستيكيه، شيء بلاستيكي عم يتحرك عم ينسحب من الانف، مؤلم. هلا عباره عن قطن بشويه هدوء، ما انا مؤلمه. فبعد حوالي 10 ايام اسبوع 10 ايام شلنا الجبصين، صار الحركه اسهل. موضوع التحريك الرأس والانحناء بزيد الوزن، فإذا كان في إمكانية تجنبه بيكون أحسن. الردود، الخبطات، الرياضة اللي ممكن تعرضنا لرد على الأنف ممنوع 6 شهور. أما رياضة نرجع شوي شوي على حياتنا الطبيعية، نومي ما كثير في مشكلة بالنوم، ما في مشكلة. ممكن نومة معينة تسبب تورم مؤقت بجهة أكثر من ثانية، بس ما بتخرب العملية اللي إذا كانت. طيب دكتور، إحنا بنعرف الأنف بعد عملية تجميل ما بياخد شكله النهائي، فالدكتور بينصح ببعض المساجات للأنف بعد العملية أو بعد فك الجبصين أو البلاستيك مثل ما قال الدكتور. هون المساجات قديش بتلعب دور بالشكل؟ يعني قبل كنا نشوف كثير الناس بتروح نحو التجميل الانف اللي له شقله، يعني واحيانا ما كان بيلبق ومنظره هيك قاسي للعين. اليوم لا، في اعتدال، الدكتور بينصح، المساج بيلعب دور. في ناس ما بتعمل، يعني بتغفل عن هي القصه او ما بتلتزم بشكل مستمر. المساج هو عباره عن تسريع للشفاء، المفروض ما يغير النتيجه الا اذا كان في خطا بالمساج، ضغط شديد على جهه اكثر من الثانيه، او بيعدل، يعني بيكبس او بيخلصنا من السوائل اسرع. النتيجه النهائيه رح تكون نفسها. فبنشوف اذا المريضه متردده او غير متقبله فكره المساج، ما عم تعرف تعوان، ممكن الا بلا. اللاصق بنحطه فتره، اذا المريضه مزعوجه منه كمان الا فينك تستغني عنه، بس رح تاخذي فتره شفاء اطول. اما النتيجه النهائيه هي نفسها. موضوع الزوايا هي لا، في قياسات كمان مدروسه علميا، قديش لازم يكون مرفوع الانف. صحيح، زاويه اقل اكثر من هيك رح تكون بشعه. احيانا نشوف مسافه الشفه مع الانف بتكبر، بس يعني بعد العمليه بتلاقي المسافه هي كبرت، صار في فرق طولت، قصدك صار في طول. في المرحله الاولى بتكون كبرانه بشكل مؤقت، كمان بسبب السوائل او الوزمه اللي الوزمة نزلت من الانف على الشفه، نفخيتها كبريتها. كثير صبايا بيطلعوا مراي بيحسوا انه في شيء تغير بالشفه وهي ما كانت طالبه تغيير بالشفه، هذا شيء مؤقت. اما بعد فتره ترجع الشفه لحجمها الطبيعي، ما بصير عليها اي تعديل. طيب دكتور، في امراض بتمنع الشخص اليوم باجراء عمليه تجميل الانف اذا كان تحت التخدير العام؟ يعني هي التحضير، اي مريض للتخدير عام بيستدعي عده شروط. عدم وجود امراض شديده. مثل شو دكتور؟ يعني السكري له علاقه بالقصه؟ بصراحه لا، هي بس لازم يكون التحاليل السكر النظاميه. اما بس انه مريض سكري انحرم من عمليه، لا مو سبب. حتى مريض الضغط بياخذ ادويته، بيتجهز من الناحيه القلبيه، بياخذ بيتخدر. مرض فعلي من امراضنا المعروفه ما بتمنع العمليه. في ادويه مثل الاسبرين لازم نتوقف، في تجهيزات قبل طبيه، تحاليل تكون طبيعيه، ما بيكون في مانع. طيب دورك هون كطبيب، يعني حكيت جمله يمكن ببدايه حديثك انه انت بتنصح المريضه او اي حدا بيجي لعندك ببعض النصائح بعيدا عن التجاره والماده. في كثير من الصبايا والسيدات او الشباب تحس انفهم ما بده، هون شو بتقول لهم؟ لو تلاقيه مصر، يعني بالمحيط نحن مصرين، حتى بالمحيط قراب منا من العيلة، بتحس انه فعليا ما بده، بتحس يعني جميل جدا ومتناسق ومناسب لوجهه. يعني بهي الحالة بطلب المريضة تغيب فترة وترجع، هي الفترة ممكن تتأكد انه هي فعلا أخذت قرار، أحيانا يعني بيكون القرار الأول مستعجل، فأنا بدي أتأكد انه هذا القرار. إذا أصرت هون دورك كطبيب لما تعمل التجميل، هون كيف؟ تعديلات بسيطة. بسيطة جدا. بسيطة. ممكن هي المريض المثالي هو اللي بيحدد المشكله، بيحط اصبعه على المشكله، بقول انا هي العظمه زعجتني، هي حابب ارفع، مو انه حابب اعمل تجميل انف لانه رفيقتي عملت. ما هي ما فيها خيارات كثير، يعني يا عظمه يا هون في ظروف، يعني بس لازم اسمعها من المريضه، لازم. صحيح. انا اعرف هي لما عم تطلع على المرايه شو اللي عم يزعجها.
طيب دكتور، خلينا هيك نحكي بنهاية لقائنا اللطيف لليوم، نصائح لك لحد عم يشوفنا، كلمة من حضرتك الأشخاص اللي عن جد هنن بحاجة اليوم لعملية تجميل. إحنا صحيح حكينا أنه في أشخاص ما في داعي لها وراحوا سوا، لكن هي بالنهاية إجت حل، يعني كان في أشخاص كتير عندهم مشاكل وكان اليوم الطب بديل للحل، فشو بتحب تقول لحضرتك؟ لا بصراحة رغم أنه في حالات من صحهم ما يعملوا تجميل، بس أنا بعرف اللي حابة تعمل تجميل أنف بتضل حاملة هالرغبة سنوات طويلة. يعني في كتير مريضات إجوا بعمر 40 و50 وكان نفسه سألتهم إن إمتى حابين تعملوا عملية، بيطلع الجواب من عمر 16-18 سنة. يعني هي الرغبة، تكون الرغبة التجميل أنف لازم تندرس صح، نسأل المريضة صح إذا فعلا رغبانة رح تكون مبسوطة، العملية تسبب سعادة إذا كان ترفع هرمون السعادة. ترفع هرمون. وانحراف الوتيرة قديش بيلعب دور بعملية؟ يعني بتلاقي هلا في نسبة كثير كبيرة من الناس عندهم انحراف وتيرة، فأول إجراء بالتجميل إنه نصحي هيدا الانحراف. يعني بنقول عصفورين بحجر، تجميل وتصحيح الانحراف، لأنه هو المجرى التنفسي بيكون مثالي لما يكون الوتيرة بالنصف تماما. انحراف بسيط بيأثر على التنفس، انحراف شديد ممكن يسد التنفس. فلازم عملية واحدة تصلح كل المشاكل. هو الانحراف الوتيرة بيجي وراثي؟ لا، أحيانا وراثي، أحيانا بعد رض، أحيانا بدون أي سبب. ناميات إلى علاقة بالقصة؟ ناميات هي كمان من جوانب الأنف، ممكن تضغط على تسكر مجرى التنفس، فكوية أو تعديلاتها ممكن تفتح التنفس. يعني ممكن يكون إجراء طبي تجميلي. بس ذكرتي نقطة نور، أنه بعمر 16 اليوم هون دور الأهل المفروض، يعني بعمر 16 طفل، احنا ما فينا نعتبره لا شاب ولا صبيه، طفل، فدور الاهل هون هن المفروض اصلا زياره الطبيب ممنوعه بهذا العمر، يعني يفضل شوي تأني. دكتور هيك خلينا نحكي اليوم على شكل الانف، يعني قبل ما نختم معك، شكل الانف قد ايه اليوم بطبيب بتدخل مع مريضه اذا بناسب او لا؟ يعني كثير ضروري، برجع بقول نشوف الصور اللي عم تتمناها المريضه اذا بتناسبها او لا. في شوية قياسات ممكن نوجه الكبير، تاخذوا قياسات نظامية حكيم أو لا؟ هو كشكل، كنظرة عامة أو كخبرة صارت عندك؟ خبرة يعني بصراحة كافية. يعني ممكن بالحالات بتشوف في مبالغة هلا بإجراء العمليات بالصور والصبغات؟ يعني طبعا طبعا في مبالغة، موضوع الانستغرام والفيسبوك عم يفرجونا صور ما أنا حقيقية أبدا أبدا. الأشخاص يعني فلاتر، فوتوشوب، مكياج، ما أنا عملية حقيقية. طيب دكتور، يعني أنا شفت على أرض الواقع حدا عامل أنفه بس عنده فتحة أكبر من فتحة او عنده ميلان بجهه اكثر من جهه، اليوم هون يعني ما بدنا نقول طبيا او الحق على مين، شو ممكن يكون الحاله اللي واصلها المريض؟ بيكون في انحراف وتيره، يا اما موجود قبل العمليه وما تعدل، او فاقم بعد العمليه. اغلب الحالات هيك. في حالات كمان في مبالغه بصراحه بتصغير فتحات الانف. عادي اذا كان في فرق بسيط، بسيط مش طبعا طبعا، يعني يكون شويه تجاهل للمشاكل بسيطه بجنبنا كثير عمليات. إذا يا أما انحراف بالوتيرة حاجة تعديل أو تصغير فتحات مبالغ فيه. أكيد بالختام نشكرك دكتور، حاولنا نستفسر عن كل الأسئلة اللي بتخطر على بال الصبايا والشباب، لأنه بنعرف كثير من الناس بتبحث عن الجمال لتعمل يمكن تنعكس راحة نفسية عليهم. شكرا كثير لك. شرفت فيكم، شكرا.